نظمت كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين ندوة علمية عن موضوع القياس والتقويم لأهميته في تقييم الأداء الجامعي لجميع تشكيلات وأقسام الجامعة بحضور عميدة الكلية ورؤساء الأقسام والتدريسين في الكلية. دائما نقول أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. من هذا المنطلق جاء هذا التركيز من قبل رئاسة جامعة النهرين، حيث شكلت لجنة بهذا الخصوص لبيان مدى فاعلية مناهج التربية والتعليم من حيث المناهج الدراسية، فاعلية التعليم، فاعلية البيئة الدراسية، الجامعات العراقية ككل. لأنه بالبداية تعرفون أن القياس يسبق عملية التقويم، لابد أن نقيس الأمور ومن ثم نبدأ بتقويمها حتى نتمكن من تشخيص نقاط القوة والضعف. ألقى الأستاذ الدكتور كنعان عبد اللطيف التدريسي في الكلية محاضرة عن كيفية بيان فاعلية التعلم، حيث أن هناك قياسات محددة نستطيع من خلالها تقييم الأداء للتدريسيين وما يتعلق بالمنهج الدراسي المحدد للطلبة والامتحانات وبرنامج القسم للوصول إلى أساسيات الجودة. طبعاً الهدف من القياس والتقييم هو الوقوف على مستوى ما تحقق من الأهداف التربوية المحددة من قبل المجتمع، وهل أن البرنامج التربوي قد أدى الغرض المطلوب من عنده، هل أن مستوى ما صرف من أموال وجهد ووقت وإلى آخره من الأمور يتوازى مع ما تحقق من الأهداف المحددة في العملية التربوية والتعليمية. إضافة إلى ذلك شرحنا موضوع الاستبانات اللي تم إعدادها من قبل اللجنة، وطبعا هذا كان توجيه من قبل الوزارة بهذا الخصوص، أنه اختاروا جامعتين هي جامعة النهرين وجامعة ابن سينا، واختاروا عينة في كل جامعة عبارة عن 4 كليات اللي هي كلية الطب والصيدلة والهندسة وهندسة معلومات. وصار بناء على ذلك السيد رئيس الجامعة يعني عمل لجنة رئيسية برئاسته وعضوية السادة عمداء الكليات 4، وشكل لجنة تنفيذية اللي تتولى دراسة هذا الموضوع وإعداد الاستبانات الخاصة. فإحنا عدينا مجموعة من الاستبانات تم عرضها خلال الورشة، اللي هي استبانة تتعلق بالمادة الدراسية، استبانة أخرى تتعلق بالمنهج الدراسي، استبانة أخرى تتعلق بالامتحانات، واستبانة أخرى تتعلق ببرنامج القسم ككل. هدفت الندوة إلى الوقوف على ما تحقق من الأهداف التربوية المحددة من قبل الوزارة بوجوب وجود قياس وتقويم لقياس جودة أداء الجامعات ولتحديد نقاط القوة والضعف لكافة التخصصات العلمية والإنسانية.